شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. Where's he been for?